بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الثالث الإيمان بكتبه المنزلة على رسوله المطهرة، على رسله كتبه المنزلة المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بها، الذي أنزله الله ليس فيه كذبا وليس فيه زورا، ولا يلزم من ذلك أن يكون منتشر في أيدي الناس، ليس لا يلزم أن يكون بهذه الصفة، الذي أنزله الله كله حق. أما ما ينتشر في أيدي طائفة من الناس في زمن معين ولو عم الانتشار فإنه قد يكون فيه البعض، إلا كتاب الله عز وجل القرآن فإنه لا ينتشر بين أيدي الناس شيء فيه باطل، بل يظهر الله عز وجل ما وقع فيه من تبديل أو تحريف في أيدي أحد من الناس لحفظه سبحانه وتعالى لهذا الكتاب. الله أعلم وأعلم. سيأتي الكلام على هذا. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، وهذا الذي أنزله الله عز وجل على هؤلاء الأنبياء يشتمل على الكتب المنزلة. يجب أن يؤمن بكل ما أنزله الله. هو سبحانه وتعالى أنزل كتبا وأنزل وحيا وأنزل أحكاما وشرائع بلغها الأنبياء وأوامر ونواهي، فالإيمان بالكتب داخل في عموم وما أنزل إلينا. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الكتاب الذي أنزل من قبل جنس الكتاب، ليس الكتاب معين هو الإنجيل مثلا الذي أنزله الله قبل القرآن مباشرة، لكن الكتاب الذي أنزل من قبل هو جنس الكتب المنزلة، اسم جنس الكتاب الذي نزل على رسوله الألف واللام للعهد الذي هو القرآن. وهذه الآية دليل على أن من كفر بالكتب كمن كفر بالرسل كمن كفر باليوم الآخر كمن كفر بالملائكة، كل ذلك كمن كفر بالله عز وجل. فالإيمان يشمل الإيمان بكل هذه الرسل. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. من هنا بالتوكيد، يعني آمنت بما أنزل الله، قل آمنت بما أنزل الله ما أنزل الله من كتاب، يعني كل الكتب ليست دليلا كذلك، بمعنى أن كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزل الله هو القرآن العظيم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا. وقال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب هو الوحي المنزل، والميزان هو القياس الصحيح، لأن الكتاب دل عليه والله أعلم. ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم، لأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله لا كلام غيره، أن الله ذكر هذه الكتب ما ضمن ما ذكر من القرآن، أو ما أقصد مع ذكره القرآن وصور بينها. القرآن كلام الله بإجماع المسلمين، فهذه الكتب أيضا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا خلاف ما يعتقده النصارى في الإنجيل، فإنهم يعتقدون أن الإنجيل هو سيرة المسيح التي كتبها الحواريون وأتباع الحواريين، والرسل التي كتبها هؤلاء الحواريون للأمم، ومن أتى بعضهم أيضا أدخلوها ضمن الكتاب المقدس. وهذا كله على خلاف الإنجيل، على خلاف عقيدة أهل الإسلام في الإنجيل الذي أنزله الله. فأهل الإسلام يعتقدون أن الإنجيل الذي أنزله الله هو كتاب ضمن كلام الله أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم، ويؤكد وجود الإنجيل في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم ما ذكروه في كتبهم في إنجيلهم المعاصر، من أن المسيح قال: توبوا إلى الله وآمنوا بالإنجيل. وهذا يدل على وجود شيء مؤمن به في تلك اللحظة، وهم ينكرون ذلك، يقولون الإنجيل ما كان إلا ما كتبه الحواريون، أول الإنجيل مكتوبة إنجيل متى بعد 15 عاما من وفاة المسيح. وهذا يدل على عدم فهمهم لمعنى الإيمان بالإنجيل، لأنهم كما ذكرنا يجعلون سيرة المسيح هي الإنجيل. والصحيح في هذا أن الإنجيل الموجود حاليا يتضمن كلمات من الإنجيل الحق، يتضمن كلمات من كلمات المسيح، وقد كان يدعو إلى الإنجيل ويدعو به، فهو متضمن لبعض الحق والله أعلم. أنها كلام الله لا كلام غيره هذه الكتب كلها، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، وكان ده كله مأخوذ من العقيدة في القرآن، وهو مثل الكتب الأخرى في كونها كتب من عند الله أو كتاب الله، وأنها منزلة من عنده، فهي إذا من كلامه تكلم الله بها حقيقة. كيفية ذلك لا ندري كيفية التكلم، ككل الصفات كما ترى يقولها منها المسموع منه من وراء إجابة بدون ناصفة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره ما يسمعه الرسول الملكي الملك ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، منه المسموع منه من وراء إجابة كما كلم الله موسى تكليما. فهذه الكلمات المذكورة في التوراة سمعها موسى مباشرة، إن الله عز وجل الكلمات إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سمعها موسى من الله مباشرة. ومنها ما يسمعه الرسول الملكي، يسمعه الرسول الملكي وهو إذا تكلم، منها حديث صحيح: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفوان. الحديث فيه أن جبريل أول من يرفع رأسه فيوحي الله إليه من أمره ما شاء، فينزل جبريل بالوحي إلى حيث شاء الله عز وجل. الحديث المعنى المقصود منه أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. الوحي والإعلان في خفاء، والتقسيم هنا يدل أن الوحي هنا ربما كان بمعنى الإلهام أو غير ذلك مما يقذفه الله في قلب النبي أو الرسول. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في المعراج، لأن جبريل إنما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات تفرض عليه الصلوات، فالظاهر أن هذا كان بوحي من الله عز وجل. ويحتمل الآية: أوحى إلى عبده ما أوحى، أن ذلك أوحى عن طريق جبريل. والسياق يعضده، لأن الله جل قال: ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبده ما أوحى عن طريق الرسول الملكي. الأول غير ظاهر، الله أعلم، ان يطلع عن الآية ان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت ان الذي دل فتدل هو جبريل عليه السلام. فالثاني هو الصحيح، ان ده واحد عن طريق جبريل عليه السلام. ولا ينفي ذلك صحة ما ذكرناه من ان الامر فرض الصلوات يعني بوحي من وراء حجاب بينه وبين الله عز وجل، لا ينافي صحة وقوع ذلك، لكن كان على تفسير الآية، هل الآية تدل عليه؟ الراجح لا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله عز وجل الوحي روحا لأنه به تحيا قلوب العباد، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح الوحي المنزل من عنده، سماه الله روحا لأنه تحيا به قلوب عباده المؤمنين، وهو من أمر الله لا من خلقه، ألا له الخلق والأمر، فهذا كلامه عز وجل. الروح من أمره، الروح الوحي الذي هو من كلامه عز وجل. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فهو لم ينزل جملة واحدة، ولكن فرقه الله عز وجل في 23 سنة ليقرأه على الناس على نهم حسب الوقائع التي حدثت. قال: ومنها ما خطه الله عز وجل بيده، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة تفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذه الآية ظاهرها أن الله الذي كتب، ويؤكد ذلك الحديث الصحيح في الشفاعة أنهم يأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت موسى اصطفاك الله بالكلام برسالته وبكلامه. وفي الرواية الصحيح: وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. قال هو موسى حديث احتجاج آدم وموسى: خط لك التوراة بيده، أي كتبها بيده. هذا فعل الله عز وجل في هذه الألواح، كتب فيها التوراة. التوراة عبرانية قطعا، التوراة كلام الله بالعبرانية التي هي لغة موسى ولغة بني إسرائيل. القرآن لسان عربي مبين. والمشهور عن الإنجيل أنه كان بالسريانية، ولكن ليس عندنا نص صحيح بذلك. لكن يعني هو اللغة التي نزل بها الإنجيل الحقيقي المنزل من عند الله، يمكن تكون العبرانية أو غيرها، الله أعلم. لكن التوراة العبرانية حديث ورقة بموهب صريح في أنه يكتب من الكتاب، يكتب الكتاب العبراني باللغة العربية. قال: والإيمان الأمر الأول أن التصديق الذي أنه كله منزل من عند الله، الثاني أنها كلام الله لا كلام غيره يتكلم الله بها حقيقة، الثالث الإيمان بكل ما فيها من الشرائع وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى، كان واجبا عليهم الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا.
يحكمون بها لهم أي فيهم الذين أسلموا، لأن كل الأنبياء مسلمون، كل الأنبياء مسلمون موحدون لله عز وجل. قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. العالم الرباني نسبة إلى الرب أو المربي، الرباني الذي يعلم ويعمل، الذي يعمل ويعلم ويعمل، يعلم ويعمل ويعلم ما يفعله. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والأحبار هم العلماء أيضا. الرباني أعلى قدرا، أنه عالم معلم وعامل في نفس الوقت. الحبر العالم الكبير، لا يلزم أن يكون معلما لغيره مثل الأول أو مربي للناس كالأول، الناس متفاوتون. قال تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يجب عليهم أن يحكموا في الذين هادوا بالكتاب، لأنهم جعلوا حافظين له، جعلوا مطلوب منهم أن يحفظوه. استحفظوا، طلب منهم حفظه، طلب منهم أن يحفظوا الكتاب، وكانوا عليه شهداء. وهذه الآية دليل ظاهر على أن أهل الكتاب جعل إليهم حفظ الكتاب. أما القرآن فالله هو الذي وعد بحفظه، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هنا جاز أن ينتشر بين الناس كتب فيها تحريف وفيها تبديل من الكتب الأولى، ولا يجوز ذلك في القرآن العظيم، لأن الله لم يستحفظ القرآن أحدا، وإنما نعني بذلك أنه لم يكل ذلك إلى أحد، وإن أمر العباد بحفظه شرعا، لكن هو وعد بحفظه قدرا وأخبر أنه يحفظه قدرا. هم استحفظوه شرعا وقدرا، فضيعوا ذلك ولم يحفظوه، ولم يلتزموا حتى بالإيمان بالتوراة كلها. قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا نزل في شأن تبديل اليهود، حكم الرجم إلى الجلد والتحميم، رعاية للشرفاء للأشراف فيهم الذين كثر فيهم الزنا، فأبوا أن يقيموا حد الله الذي في كتاب الله، وبدلوه إلى الجلد والتحميم، تحميم أن يجعلوا وجوههم مسودة من تحت والفضيحة، وتركوا حكم الله عز وجل في التوراة للرجم. فكان ما اشتروا به الكتاب من الثمن القليل هو هذه الدنيا التي رعاية الكبراء والزعماء والرؤساء، انطلقوا كتاب الله من أجلهم ومن أجل أن يأخذوا نصيبا من دنياهم، فأنزل الله بيان كفرهم في ذلك التبديل، وهي نزلت فيهم ولا عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي في كل من فعل فعلهم ممن ترك كتاب الله عز وجل وشرع حكما آخر يلزم به الناس ويتحاكمون إليه دون شرع الله. وكونهم ما غيروا لفظ التوراة، ولكن زعموا أولا أنه ليس فيها رجم، ثم أقروا بأن فيها رجم ولكن لم يلتزموا، وظلوا على إرادة الحكم بالجلد والتحميم. كما هو معلوم أنهم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كما أمر الله، فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى أتى على آية الرجم فوضع يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام، فقال ما قبلها وبعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح، فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم.
ومع كونهم كانوا يقولون ان اوتيتم هذا اللي هو الجلد والتخمير فخذوه وان لم تؤتوه فيعتر على الرجم فاحذروه. فهم يعلمون ان في الرجم هذا العلم ليس بكافي. وكونهم انكروا اولا راجعوا فاقروا ثانيا حتى لا يحتج بذلك جاهل فيقول لا بد ان يكون منكرا ان فيها ان الكتاب فيه كذا. يحاول يعني تخفيف قضيه تبديل الشرع فيقول لا يكفر الا من قال هذا ليس في كتاب الله. يقول اليهود رجعوا فاقروا ونزلت الايات بعدها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. من لم يحكم بذلك رادا للشرع مبدلا له وهذا من انواع كفر الاعتقاد كما هو بين. قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وقفينا على اثارهم لعيسى بن مريم اي اتبعنا جعل في اثرهم قف اتبعهم الله عيسى بن مريم ذلك انه في قفاه يعني بعده قف على اثره اتبعه لعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه لانه كما قال المسيح ما جئت لانقض الناموس بل جئت ليكمله. الناموس هو الوحي فما جاء ليبطل حكم التوراه ولكن ليحل لهم بعض الذي يحرم عليهم ويعيد تاكيد ما يلزم من حكم التوحيد احكام التوحيد واحكام الشرائع المستقره مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل. عقيدة أهل الإسلام كما ذكرنا في الإنجيل تختلف عن عقيدة النصارى في الإنجيل. أهل الإسلام يعتقدون أن الإنجيل كتاب نزل على المسيح. النصارى يقولون المسيح هو الله فلم ينزل عليه شيء. إنجيلهم يرد عليه كما ذكرنا. يقولون الإنجيل كتابات الحواريين وأتباعهم. أنا أقول كتاب الإنجيل كتاب موجود في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. لأنه يقول توبوا إلى الله يعلمون بالإنجيل. كيف يؤمنوا بشيء غير موجود. لكن لما ضيعوا هذا الكتاب واختلط الامر خصوصا في فترات الشده الاولى ادى ذلك الى ان انتشر فيهم غير الكتاب ولكن فيه من الحق. وقوله تعالى فاتوا بالتوراه لتتلوها ان كنتم صادقين الى قوله ان انزلنا التوراه وأن يأتوا بالتوراة فيها دليل على أن التوراة التي بين أيدي اليهود هي التي أنزلها الله لكن فيها تبديل لأنواع من التبديل منها تحريف اللسان وتحريف الكتابة وتحريف المعاني إنكار المعاني التي يدل عليها الآيات والإتيان بمعاني أخرى باطلة أو أن يقول ليس في الكتاب كذا ليس في التوراة كذا وهو فيه كما قد يقول أناس ليس في القرآن الإلزام بالشريعة ليس في القرآن إيجاد الدولة ليس في القرآن التدخل في السياسة ليس في القرآن الحجاب ما نحو ذلك ليس في القرآن منع منع الخمر مثلا ومنع بيعها وهذا مما ينكر احكام القران وقله من الدين فده تبديل للكتاب تحريف له كما كان تحريف الكتاب ان هو يغير كتابة في التوراة وهذا كان فيه خلاف قليل والله اعلم اعلم هل كان من سببه ان التوراة التي كانت في زمن الصحابة لم يكن فيها تبديل هذا خلاف الظاهر لكن المقطوع به الذي لا يحتمل الامر غيره ان التي بين ايدي اهل الكتاب اليوم وقع فيها تبديل كتابه قطعا ففيها من انواع ما لا يجوز على الله عز وجل من انواع الشرك والكفر ونفي اثبات صفات النقص ونفي صفات الكمال لله عز وجل ما لا يحتمل ان يكون هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني هليل اجزاء
فالراجح ان ما بايدي اهل الكتاب هو التوراه لكن مبدله فيها تبديل، وان الراجح في الانجيل انه متضمن لاشياء من الانجيل، لانه زي ما قلنا الانجيل اللي عندهم هم بيقولوا ده اللي تكلم به المسيح، لو جايبين سيره المسيح متضمنه الكلام، قال وكذا وذهب واتى، الكلمات التي قالها المسيح صلى الله عليه وسلم ومسجله في الانجيل بلا شك منها ما في الانجيل، حتى مثل الامر بالتوحيد، الامر بتصديق يعني الرسل جميعا وانه هو يعني رسول من عند الله، دي موجوده في الانجيل الحق قطعا معانيها على الاقل، والظاهر الله اعلم ان الانجيل فيه من الحق كما ذكرنا. لماذا؟ لان الله قال وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله فيه، وكان المقصود بذلك الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ان البشارات لمحمد صلى الله عليه وسلم موجوده في الانجيل، وكان الحق اللي فيها اكثر الظاهر، رغم ان في تبديل كتير، لكن نتكلم على ان دي اصلا اليهود اصلا بيتناقضوا، الاثقال الخمسه هي التوراه التي انزلها الله على موسى، بيقولوا كده الاثقال الخمسه الاولى هي من سفر التكوين والخلود والتكميع وسفرين تانيين مش حافظ اساميهم، ها؟ ايه؟ لا الشريعة دي الاحجاج اللي جت بعد كده، الاثقال الخمسه الاولى اللي في التوراه دي هو يقولوا دي اللي ربنا انزلها على موسى، فالمعتقدون نفس عقيده اهل الاسلام في ان التوراه كتاب انزله الله ايه؟ على موسى، بيقولوا موسى ده رسول، بيقولوا ده ربنا، ويقولوا ان ربنا انزل عليه هذا الكتاب، فالله عندهم جمله انها كتاب انزله الله. لكن النصارى يقولوا لا دي تاريخ المسيح، سيره المسيح زي سيره الانسان كده عندنا. وينقلها كل واحد منهم، ذات متكرره. زي اللي ذكروا متى قريب من اللي ذكروا لوقا، قريب من اللي ذكروا يوحنا، والثاني اللي هو دول لا مرقس. فاذا هم عندهم ان دي متضمنه لكلمات المسيح الله على الله. قال الله تعالى: اتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وموعظه للمتقين. فدليل الانجيل معظمه هو واعظ والاحكام فيه قليله. اما التوحيد فده اعظم ما في الانجيل من الاحكام. يعني اقصد العقائد والاحكام اول ما في التوحيد. وما زال الى يومنا هذا التوحيد الموجود في الانجيل اضعاف الاشارات التي يستدلون بها على شركه. الاشارات دي اشارات غير صريحه حتى الى يومنا هذا. قانون الايمان المسيحي والايمان بالطاغوت وكفر بالله ليس مستنبطا من الانجيل. الكلام في الانجيل ليس صريحا على ما يقولون. وفضلا عن اخطاء الترجمه التي ما تزال تعدل الى يومنا هذا. التراجم المختلفه للاناجيل تتعدد وتختلف وتغير احيانا على حسب ما يبتعدون به عن المعنى الحق، كلما وجدوا يعني المسلمين يحتدون بآيات من الأناجيل على الحق الذي عند أهل الإسلام فيحاولون تغيير الترجمة. التراجم فعلا مختلفة تماما، فضلا عن أن التراجم الأولى للأناجيل مجهول من ترجمها، يعني اللغة الأصلية للأناجيل مكتوبة بغير اللغات المنتشرة، لأن لغة الحواريين العبرانية والسريانية كما ذكرت. فاللغات كتب الإنجيل المعروف معروف باليونانية في الأغلب. مين المترجم؟ المترجم مجهول، يعني السند منقطع. حتى في المكتوب ده إنه على السيرة. مفيش اللي ترجمه ده ما نعرفوش، ولا هم عارفين هم بيسجلوا ذلك في تاريخ القبطي والتاريخ النصراني عموما، يسجلون ذلك باعتراف. وليس فيه يعني منازعة عندهم. إن المترجم مجهول. فبالتالي صحة الترجمة مش معروفة، وبعدين بترجم المترجم، فلذلك يتسع الخرق جدا. الألفاظ نفسها غير محفوظة، والألفاظ نفسها عندهم غير مقصودة، وظلوا كما ذكرنا قبل 300 سنة مضطهدين، لا يستطيعون أن يجهروا بهذا الكتاب. فلذلك لم يعتنى بالإنجيل خلال الفترات الأولى ما يؤدي إلى حفظه،
وإنما كان الأمر كما ذكرنا تحت الانتظار والقهر والسرية التي لم يتهيأ بها حفظ حتى الأناجيل التي هي سورة المسيح اللي هي كتبها الحواريون، لم تحفظ بالطريقة التي حفظت بها السيرة حتى، وليست السنة ولا حتى القرآن. القرآن حفظ حرفا حرفا كلمة كلمة، التشكيل محفوظ، يعني باختلاف في القراءات كلها محفوظة مرصودة واحدة واحدة. القراءات السبع التي نزلت إلى الأحرف السبع، الأحرف السبع السبع كلها محفوظة مستفيضة عند أهل الإسلام ومسجلة. القرآن حرفا حرفا، تشكيل تشكيل، نقطة نقطة. وما كانش في نقط زمان، لكن أقصد أن الحرف المعروف بالنقط معين ينطق بهذه الطريقة. فأما السنة محفوظة كثير جدا منها بنفس الألفاظ وكثير منها بالمعاني، وأما السيرة فالأمر فيها أوسع، كثير منها تبدأ مقطعة. يعني لو أردنا نشبه الإنجيل الموجود اليوم نلاقيها نشبهها بالسيرة المنقطعة الإسناد، مش اللي هي مقطعة الإسناد، السيرة اللي هي أولا منها مثلا إنجيل لوقا ده مرسل كله. مرسل كله يعني إيه؟ لوقا هذا من تلامذة المسيح، لم يلقى المسيح اصلا، وانما ارسله كمان من غير ان يسمي من الذين حدثوه، انما حدثه الذين لقوا الكلمه، الذين لقوا المسيح. فكتب هذا الانجيل بهذه الطريقه. وفضلا كما ذكرنا عن ان الغير كده زي انجيل يوحنا اللي هو اوضح دليل عندهم على ان المسيح هو الاله وليس فيه كذلك، وعشان نقوله فيه في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، مع ان الكلمات رقيقة جدا والجمل رقيقة، الا انها الكلمة من صفات الله، والمسيح كلمة ولكن ليس من صفات، ولكن المسيح كان ايه؟ كان الكلمة. وتأويلها وارد جدا، زي ما احنا بنقول المسيح ايه؟ كلمة الله، روح الله. فدي مش دلالة اهل السنة يعتقدوا هذه الالفاظ ولا يفسروها بهذه الايه؟ المعاني. دي اوضح دليل عندهم، عندهم دليل على قانون المال المسيحي اوضح من دي. فنقول الانجيل ده على وضعه ده والمترجم مجهول، مع ان الكاتب نفسه اللي هو يوحنا الصياد اللي هو الحواري على زعمهم، يعني مع ان في ناس قطعا في كده تقول لا ده كتاب كتبه واحد من الطلاب اليونانيين، انه كتب اخر الاناجيل بعد 60 سنه، فهذا متاخر كتابه جدا. وبعض النصارى بيعتقدوا انه انجيل مصنوع، يعني مختلق. الغالب المقصود ان هو حتى اثبتنا ان الحواري هو اللي كتبه، فهو كتبه ايه؟ وترجم الى لغه اخرى من غير ما نعرف المترجم، فهو ايضا منقطع بالاسناد، وفي راوي مجهول ومترجم مجهول، ده بلا شك طبعا. يعني كما ذكرنا لا يمكن ان يعتمد على مثل هذا. قال تعالى: وليحكم اهل الانجيل ما انزل الله به. طب ازاي يحكم ما انزل الله به ويؤمر يامرهم بذلك وهو ايه؟ وهو محرف بهذه الطريقه. يقول: ما انزله الله عز وجل فيه جعل الله القران شاهدا عليه. والمامورين به هو حاجتين في الانجيل ده، ايه اللي حكم الله انزل الله به؟ توحيد الله عز وجل، وده موجود بوضوح زي ما قلنا مرات قبل كده، ان من بلغه الانجيل واشرك بالله عز وجل فهو كافر حتى قبل ان تبلغه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. لان اللي بلغوا التوراه والانجيل اللي من اهل الكتاب قامت عليه حجه التوحيد. اول ما الوصايا كما ذكر المسيح قال كما هو مكتوب. ما قالش اول وصايا حاجه ثانيه، قال له انا دايما اصدق لما لدي كما هو مكتوب، يعني في الوصايا العشر اللي موجوده في التوراه: الرب الهنا رب واحد، رب ابراهيم واسحاق ويعقوب. قال ايضا في يعني دعائه لله عز وجل: ان الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. لا اله الا الله، عيسى رسول الله. كلمات واضحه بين دم يوحنا. وان المسيح قال: تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني، الذي يؤمن بي يؤمن بالذي ارسلني. صحيح جدا كانه ايه؟ رسول من عند الله عز وجل. وقال: ما من نبي مهان الا بين قومه. فاشارات الانجيل بل نصوص الانجيل بان عيسى رسول الله صريحه جدا لا تحتمل التاويل في الحقيقه.
ودليل انه هو ليس هو الله عز وجل، فكيف يكون ويقول ليس تعليمي ليس لي، بينفع نفسه، بل الذي ارسلني. فموجود عندهم ان بطرس قال المسيح رجل تبرهن من قبل الرب، تبرهن يعني صار معه برهان من عند الله بقوات وعجائب صنعها الله بيده. كلام واضح جدا في ان المسيح ايه جاء بالايات من عند الله سبحانه وتعالى، كلام واضح جدا في ذلك. لفظ الاباء والابناء الابوه والبنوه مذكور بكثره جدا في هذين الكتابين التوراه والانجيل، البنوه ويعنون بها دائما الرعايه والعنايه، ولا مانع عندهم منها مع التصريح بالوهيه الله عز وجل. فيقولون ان الله قال يعقوب ابن البكر، ويقولون ادم ابن الله والعياذ بالله. هذا كلام باطل قطعا، هذا من التحريف القطع المقطوع به، ولكن عندهم ليس هذه البنوه تقتضي الوهيه، بل تقتضي رعايه وعنايه زي ما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه. وده كان كذب، هذا كلام باطل. قال بل انت قل فليمن يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. الغرض المقصود ان يستعملون هذا كثير وده اما من اخطاء الترجمه او من الامور المبثوثه على الكتاب الاصلي، لكن هي ممكن انها بمعنى العنايه والرعايه، ان بمعنى انهم عباده المصطفون، الابناء دول معنى عباده المصطفون، زي ما عندهم ان المسيح قال ان الذين يصنعون السلام في الارض اولئك يدعون ابناء الله. فايه والمسيح اكثر كلامه عن نفسه مش انه ابن الله، بل يقول ابن الانسان. دي مرات عشرات المرات في الاناجيل ان المسيح يقول عن نفسه اذا جاء ابن الانسان. واما الالوهيه فايضا عندهم ان المسيح قال بعد قبل رفعه مباشره قال اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. وده صريح جدا في ان هو زيهم في قضيه البنو والابوه، لانه قال ابي وايه وابيكم. طبعا ان ده نحن نجزم بان المسيح ما قال هذه الالفاظ جزما، ولكن الاب عندهم بمعنى ايه؟ الراعي، الراعي المدبر للامر. هي اني اصعد الى ربي وربكم والهي والهكم، وهو يعبد الله عز وجل، هو مقر بذلك بانه عبد لله سبحانه وتعالى. اخذه يسوع يعني لما يقول اخذ الشيطان يسوع في البريه ليجربه، فامتحنه الشيطان اخذه يمتحنه، فقال القي نفسك ويعني وادعو الله رب الهك ان يحميك او ان يبعث الملائكه لتحميك، فقال انه مكتوب لا تجرب الرب الهك، الرب الهك. فقال ادعو الله ان يجعل لك الجبال خبزا او الجبل خبزا، فقال انه مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان ولكن بكل كلمه تخرج من فم الرب. فقال اسجد لي واوصيك كل ممالك الارض، فقال اخسأ يا شيطان فانه مكتوب للرب الهك تسجد، للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. كل ده موجود عندهم الى الان. فهذا بنقول يبقى هم مطالبون بان يحكموا ما انزل الله فيه، يبقى عندهم انصاف شويه بقى، يتوبوا الى الله عز وجل من هذا الشرك اللي بيقولوه، ان بعد كل الكلام ده يقولوا ان المسيح هو الله، اذا كان هو بيصرح انه ايه؟ عبد الله ورسول الله. فيعني فليحكوا ما يريدون ما انزل الله فيه، ويحكموا ما انزل الله فيه من الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، انه الذي ياتي بعد المسيح. يخبرهم بكل كلمه المسيح قال لهم اني لم ان لم انطلق لم ياتيكم الفاركوريس او الفاركوريس اللي هي ترجمتها في الاصل اللغه اللاتينيه كثير الحمد، الذي يخبركم بكل ما كنت اقوله لكم. ويذكركم بكل ما كنت اقول لكم. فحقيقه ما ذكر بكلام المسيح مثل محمد صلى الله عليه وسلم، لان تأييد اهل الايمان من النصارى ما حدث إلا لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقوله عز وجل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
وكما يقول ابن حزم رحمه الله كان حسن جدا في ذلك، يقول لنا يعني عليهم ظهور الحجة أبدا، ما من مسلم يناظر النصارى إلا ويغلبهم الحجة، ولنا وأما ظهور السيف فبيننا وبينهم، وظهور المسلمين أعظم عبر تاريخ الأمة كده من غص نلاقي إن النصارى ظهروا على المسلمين قد إيه والمسلمين ظهروا على النصارى قد إيه، وحجم الظهور ده ومنازعة الأمة، والحمد لله رب العالمين ظهور المسلمين على أي بقعة كان بيجعلها تختار الإسلام. يعني شوفوا العالم الإسلامي ده كان كله كده، كان كله إيه الدولة الرومانية مسيطرة عليه والنصرانية منتشرة فيه أكثر من اليهود طبعا، اليهود أصلا محدودين، والموجود في الناحية الثانية وبلد الأوثان من وراء النهر، كل البلاد دي بمجرد ظهور الإسلام عليها اختار الناس الإسلام طواعية لا إكراها، وإلا كان بمجرد زوال وضعف الدولة الإسلامية كانوا رجعوا إلى إيه؟ إلى الكفر. أهل الإسلام لما ولدوا واحتل النصارى بلادهم ما رجع أحد عن دين، وعملوا كل ما يمكن، ما حدث إلا في الأندلس ولم يتغير الناس، وإنما استقتل أهل الإسلام قتلا وتشريدا وتدميرا. فظهور الحجة على الدوام فعلا أصبحوا ظاهرين، ما يعني أحد الإخوة الأفاضل بيقول لي إن هو ما يعني يناظر أحدا من يعني علماء أهل الكتاب أو خصائص أهل الكتاب إلا ويظهر تماما ظهور أهل الإسلام، حجج لا تحتمل. يعني الحمد لله أن كثيرا منهم ممن يريد الهداية الله عز وجل الهداية يسلم فعلا. فليحكم أهل الدين ما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الدين ما أنزل الله فيه من التوحيد به ورسالة موسى ورسالة عيسى صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تقرير أحكام التوراة. والعجب أن النصارى يعتقدون لزوم أحكام التوراة لهم ومع ذلك لا يطبقون منها شيئا، كما أن اليهود يعتقدون لزوم أحكام التوراة لهم، وإلى يومنا هذا التوراة فيها رجم الذات وفيها قطع يد السارق، ومع ذلك من يطبق هذه؟ من يعتقد حتى وجوبها؟ النصارى يعتقدون وجوب ذلك، اليهود يعتقدون وجوب ذلك، وهم افضل خلق الله واظلم خلق الله في انفسهم، لا يطبقون حكم التوراه، انما يظهرون تعظيم التوراه فقط، كذابين. هم لا يعظمون، لا يحكمون بما انزل الله عز وجل، الكتاب بين ايديهم، ومع ذلك هم يظلمون اعظم الظلم، ولا يطبقون شيئا من كتاب الله عز وجل، وهم ينشرون الفواحش في العالم. والنصارى غير ملتزمين بالكليه بالانجيل. يعني الفساد اللي منتشر ده من خلالهم هم العالم، الفجور اللي في العالم وكثره الزنا والفواحش والعرضي، النصارى هم الذين ينقلون ذلك على الامريكان والاوروبيين، والعياذ بالله ده عندهم تشديد اشد يعني او نقول مثل اهل الاسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عين الزنا النظر هم عندهم أن المسيح قال من كان قبلي يقول لكم لا تزنوا أما أنا فأقول لكم من نظر بعينه فقد زنى. هذا عندهم كما أخدمون عباد الله من يعني يلتزم بحكم التوراة والإنجيل. يعني جزمهم لا يطبقون ذلك، هم لا يحكمون بما أنزل الله فيه. يعني التزام بالستر والعفاف عندهم إلى يومنا هذا، الأمر بالحجاب ده بدليل من الراهبات لابد أن يغطينا إيه؟ وصلهم. طب شوفوا هم من شروط العالم، من اول من نشر يعني من راى ناس تخرج عليه على الدنيا باسرها كده تتصور عليها وهم النصارى ولا يقول لك، فده اصلا فعلا لم يحكموا وهم فاسقون فعلا عن كتابهم وفاسقون عن دين الله عز وجل بكفرهم. قال الله تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما فيه من الحق من التوحيد ورساله الرسل ونزول الكتب، ومهيمنا عليه اي شهيدا رقيبا عليه، لان المهيمن بمعنى ايه؟ الشهيد الرقيب، يشهد لما فيها من الحق يعضده، ويشهد لما زيد فيها من الباطل، وما نقص منها وحدث ضيع، ومبين لما نسخ كذلك. فالقران شهيد على هذه الكتب، فما وافق القران فهو الحق، وما خالفه هو الباطل، وما لم يوافقه ولا يخالفه فنقف فيه وننقله الى عالمه. لكن العقائد الاساسيه التي يحتاج اليها الناس في تصديق ان الكتب متوافقه فيها، والشرائع الكبرى التي لا تختلف من تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم السرقه، تحريم الظلم، هذه مما اتفقت فيه الشرائع. قال تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، هذا انزله الله ولم يتغير حكم
الرجم مثلا، هذا لم يتغير. وعموما ما انزل الله في القران، لان هذا الكتاب الباقي المحفوظ من عند الله، وهو كما ذكرنا مهيمن على الكتب قبله، فهو يبين ما فيها، فاذا ما تضمنه هو اللازم الحكم للبشريه جميعا. قال تعالى: ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم صارت هذه الشرعه والمنهاج ملزما لجميع الخلق كما ذكرنا، وهذا باجماع المسلمين وبنصوص كتاب الله عز وجل، والامر باتباعه عليه الصلاه والسلام. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فمش لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، من شرعتهم باقيه، الباقي منها نزل بموافقته للقران، والمنسوخ منها بين القران ونسخه وما وغير ذلك من المحدثات والمخترعات بين القرآن بطلانه، وأظهر فساد ما أضافوه إلى هذه الكتب من عند أنفسهم. فلذلك الشرع والمنهاج الشرائع في قدر متفق عليه وقدر مختلف. المختلف ده منه باطل ومنه مردود، اللي هما اللي خارج القرآن إما باطل اخترعوه زي أعيادهم الكفرية والعياذ بالله، ومنها ما هو منسوخ زي السبت. السبت كان ثابتا عليهم، ونسخه الله عز وجل الى الجمعه، وكذا الاحد منسوخ الى واحتمال الاحد ده ما يكونش اصلا ثابت، وان النصارى هم اللي جعلوه، ولان السبت انما نسخ بالقران فقط، والله اعلم. ومن يعتقد انه يسوغ لاحد ان يخرج عن شريعه القران فهو خالد من المله. ومن يعتقد تأويل تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم او عدم تكفير من لم يتبعه ويطبقه فهو ايضا خرج من المله. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. البعض قد يظن ان ده معنى الايه دي، ان الناس تستبق الخيرات، المسلمين يستبقوا الخيرات مع اليهود والنصارى. استبق الخيرات ده في طاعه الله عز وجل والايمان به، وذلك بان نسبق المؤمنين، نتسابق مع من سبق من اهل الايمان، ما يقبلش العمل الا بايمان. فواحد النهارده يخالف امر القران وتصديق القران اذا خالف الا لا يقبل له عمل، انما نريد ان نكون اسبق الى الله عز وجل ممن صحبوا الانبياء، وهكذا كان الصحابه اسبق الى الله من اصحاب موسى، واسبق الى الله عز وجل من اصحاب عيسى، فهم سبقوا الامم بطاعه الله. قال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، تأكيد مرة بعد مرة حتى لا يترك الحكم بما أنزل الله. قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول: وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه. التصديق ده لا ينافي وجود النسخ، لأن القرآن كله يصدق بعضه بعضا وفيه نسخ، فالنسخ لا ينافي التصديق. تصديق بعضه بعضا كما ذكرنا في العقائد، نبوة الأنبياء ورسالة الرسل وذنب الملائكة واليوم الآخر، كل ذلك حق، كما قال تعالى في الانجيل: مصدقا لما بين يديه من التوراه، وقال في القران: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وان كل من كذب بشيء منها او ابى عن الانقياد لها مع تعلق خطابه بها، يعني به هو مخاطب به، يكفر بذلك. من ضمن الايمان ان من كذب بشيء منها، ده بقى في الكتب السابقه على الاجمال، لو واحد كذب بالتوراة إجمالا قال ما فيش حاجة اسمها توراة، أو واحد كذب بالإنجيل وقال ما فيش حاجة اسمها إنجيل، أو هذه كتب مخترعة كلها ما فيش إنك إحنا نأتي بشيء، فهو كافر بذلك، إنه كذب بها. وفي القرآن تفصيلا يقول الكتب السابقة اللي كذب بها إجمالا هي مكذب. أما لو قلنا لا، الآية دي مش من التوراة الحقيقية، ده مش تكذيب للتوراة، وكذلك في الإنجيل التكذيب، لأن اللي لاقي منها الإجمال الذي دل عليه القرآن. ولو في تفصيل مذكور في القرآن أو في السنة ثابتة يبقى نصدق بيه. يعني إيه؟ وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، طب من يقول لك الإيه؟
سنين في القرآن إنها موجودة في التوراة، لازم نصدق إن التوراة كان فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجوارح، لازم نصدق ذلك. ومن تصدق فمن تصدق به فهو كفارة الله، زي بالضبط قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأن ربنا قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فلازم نصدق إن ده موجود في الصحف الأولى، فده نصدقه بهذا. القرآن يجب الإيمان به تفصيلا، فمن كذب بشيء منه إجمالا أو تفصيلا فقد كفر، لو حرف مجمع عليه، علشان في حروف يعني قراءات متفاوتة في المصاحف، يعني المصاحف طبعا في أحرف يسيرة جدا اللي هي على القراءات، يعني لو مثلا يكتبوا مثلا وما هو على الغيب بضمين وما هو على الغيب بضمين، في بعض المصاحف مصاحف اهل الشام فيها ضاء، ومصاحف اهل الكوفة وباقي البلاد وفيها ايه الضاد، دي هي الاحرف اليسيرة التي اختلف فيها الرسم وكلها عثمانية بناء على اختلاف الايه القراءات. فلو اما لو انكر حرفا مجمعا عليه متواترا فقد كفر مخرج المنزل، ايوه كده، اللي ينكر قل من قل هو الله احد وقل عبد الله قل عبد الله خارج من المله بلا شك، يعني ده ولا يثبت اسلامه الا بان يعود فيقررها ايه مرضيه وتوبته مما قال من انه انكر قل، ففضل بقى مع الكفر الاخرى بقى الذي يتوب الى الله منها، لكن لو دي بعدها يبقى ايه لم يتوب الى الله عز وجل، كما قال تعالى ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخيط كذلك نجزي المجرمين. ولذلك من يقول لليهود والنصارى وهو يعلم انهم يكذبون القران ولا يصدقونه ويأبون من اتباعه ويقول لهم لستم بكفار فهو كافر خارج من مله الاسلام، خصوصا ان كان منتسبا بالعلم او المشيخة او نحو ذلك، او كان ممن عرف هذه الايات الصريحه الواضحه. لا شك ان من يرى عدم لزوم الايمان بالقران خارج من مله الاسلام بلا تردد، يزوج تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزوج الكفر بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويصحح مذهب من يكفر بالقران العظيم ويرى لا باس عليه. نعوذ بالله، هذا ممن كذب كتاب الله عز وجل. قال وان نسخ الكتب الاولى بعضها ببعض حق كما نسخ بعض شرائع التوراه بالانجيل، قال الله تعالى في عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. المسيح صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل له العلم بالكتب الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن العظيم كما ثبت في الصحيح مسلم كيف انتم قد نزل فيكم ابن مريم فامكم منكم فقال اتدري قال الله يعني اتدري ما امكم منكم امكم بكتاب الله. سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل حاكما الارض بشريعه القران وهو يعلمه الله عز وجل القران فلن يكون هناك حكم يروج شريعه القران في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم. فعيسى صلى الله عليه وسلم يعلمه الله الكتاب والسنة والتوراة والإنجيل بما عندكم أمكم منكم أي أنكم بكتاب الله الذي عندكم. لا دي رواية ثانية وإمامكم منكم، دي رواية لفظ ثاني وإمامكم منكم هو الذي يصلي خلفه، لكن فأمكم منكم قال أنكم بكتاب الله، وده قطعا هو الذي سوف يفعله عيسى صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام
يوسف الهندي وفيكم ان ولد حكم العدل واماما مقسطا. الحكم العدل كيف يمكن ان يكون عدل الا من انزله الله؟ هو انما انزل الله كتابا ليحكمته القسط، فالقران والقسط والحكم والحكم العدل. فيكسر الطريق ويكسر الخنزير ويضع الجزيه. وده حكم ثابت من الان، ان حكم الجزيه مؤقت الى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فده مش سيدنا عيسى هينتهوا، ده مفيش نسخ، ده متضمن، ده مؤقت زي ما نقول مثلا فتره العصر الى غروب الشمس، ده حكم مؤقت الى سنين معينه هي من زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. قال: وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل والقرآن، أو بالقرآن، أحسن يكون بالقرآن، هو مكتوب بالقرآن. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة والإنجيل كما ذكرنا نص في الإنجيل عن المسيح، وأما في التوراة فقد قرأها عبد الله بن عمر بنفسه وأخبر بها كعب الأحبار، وهذا مما يؤكد أنهم حدثوا أشياء، لأن عبد الله بن عمر قال: قرأت في التوراة محمد عبدي ورسولي سميتك المتوكل حرزا للأميين ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى وقيم به الملة العوجاء، لأن يقول لا إله إلا الله. نص الحديث عجيب موجود في البخاري، رواه البخاري صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قرأ هكذا، ومذكور عن كعب الأحبار أيضا نفس النص صريحا عن التوراة، لأن النهارده التوراة ليس فيها هذا النص الصريح. التوراة أيام الصحابة كان فيها هذا بالإسم. قال: وان نسخ القران بعض اياته بعض حق، خلافا لمبتدع الضلال الذين ينكرون النسخ. في بعض المعاصرين من اهل البدع والضلال يتبعوا بعض العقلانيين السلفيين المعتزلين ممن ينكر نسخ القران بعضه بعض، هذا كلام باطل وبدع وضلال، فالحقيقه القول كفر. قال الله عز وجل: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وكما قال تعالى: الآن خصم الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. بعد قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني نسخ الله وجوب الصبر 1 أمام 10 الى وجوب الصبر 1 أمام 2. النسخ والمنسوخ ايات مشكورات مذكورات في مواضيعها من كتب التفسير وغيرها، وده امر مجمع عليه بالجمله، فان اختلف في تعيين الايات المنسوخه او اختلف في تعيين بعضها، هل هذا بالمنسوخ او هذا ليس منسوخ، هذا مخصص، هذا مقيد، هذا نحو هذه الامور، لكن امر النسخ في الجمله مجمع عليه. انكار اليهود والنصارى النسخ في الجمله يعني كلام باطل قطعا، يقولون ان النسخ غير وارد على الكتب المنزله، كلام باطل. هم يقرون قطعا بان بتحريم نكاح الاخوات، الفريقان يقرون بتحريم نكاح الاخوات، ومعلوم قطعا ان في شريعه ادم كان ايه؟ نكاح الاخ الاخت، وهذا ما من غيره ما وجد في البشريه. ومع ذلك فهم يعني يقرون ببعض ويكفرون ببعض. قال: وانه لا يتاتى كتاب بعده بعد القران ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده،
وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه. يعني الشريعة في القرآن شريعة عامة، كما أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة. ممكن من تلقاها يكون في زمنه شريعة غير شريعة التوراة، زي ما الخضر عليه السلام يقول: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. إذا كل منهم كان له إيه؟ شريعة مستقلة. هذا ممكن لأن التوراة أنزلت على موسى لبني إسرائيل، فأما القرآن فهو منزل الناس كافة. لذلك من أبى قبول حكم من أحكامه وأصر على أن يتحكم إلى شريعة الأشياء المنسوخة كفر بإجماع المسلمين، كما قال ابن كثير. وكذلك من أبى أن يتحكم إلى أحكامه وأراد أن يتحكم إلى غيره من الشرائع المخترعة كالياسق ونحوها. يقول: أن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن والكتب فقد كذب به. لو واحد قال ما فيش توراة زي ما قلنا، ما فيش إنجيل، ما فيش زبور. يقول: وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتفي أثره ضل. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقول: ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أزمل وتفصيلا فيما فصل. وقد سمى الله تعالى من كتب التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود في قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر صحف إبراهيم وموسى. صحف موسى صلى الله عليه وسلم أنا لما اطلع على دليل قدري، هل هي التوراة كتبت في صحف نقلا من الألواح أم أنها كتاب آخر؟ الله عز وجل أعلم. لكن صحف إبراهيم صحف أنزل الله على إبراهيم، الذي يعني الأقرب الله أعلم من عدم ذكر شيء نزل على موسى صلى الله عليه وسلم غير التوراة، أن صحف موسى يمكن أن تكون صحفا نقلة من التوراة، والله. لكن الخطأ لذلك غير فيما أعلم لا يمكن خطأه. وقد أخبر تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله: والكتاب الذي نزل على رسله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل: آمنا بما أنزل الله من كتاب. وما أرسل من رسول، قال تعالى في القرآن والسنة: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ده الإيمان الإجمالي. زي ما قلنا إن في بعض التفصيل ممكن يكون ورد في الكتاب والسنة، إذا نؤمن بهذا الإيه؟ التفصيل. فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره، من وراء القرآن المفصل. امتثال أوامره والاجتناب بناهيه، وتحريم حلال وتحريم حرام، والاعتبار لأمثاله والاستعاض لقصصه، والعمل بمحكمه وهو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، والتسليم لمتشابهه وهو ما يحتمل وجوها عدة، يفوض الأمر فيها إلى الله. فالوقوف عند حدوده وتلاوته اناء الليل والنهار، والذنب عنه بتحريف الغالين المغالين فيه حملوا معناه على رغم حمله، وانتحال المبطلين ينتحلون يعني ينتسبوا اليه وهم يقولون بالباطل، كي يقولون كلام حق يبدو به بالباطل. قالوا: النصيحه له ظاهرا وباطنا في جميع معانيها. ايمان به بالتصديق والاتباع والعمل به تعظيمه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويثبتنا به وجميع إخواننا المسلمين أنه يقدر. قولوا قولنا يا أستاذ. هل يجوز القراءة في الإنجيل أو التوراة الحاليين؟ أما القراءة على سبيل الانتفاع بهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتكم بنا بيضاء نقية. وغضب على عمر لما غضب في يده صحيفة من صحف التوراة. وأما إذا كان للرد على أهل الكتاب فهذا مما
شعر الصحابة بمثلة وبسؤال أهل الكتاب عما في أيديهم من التوراة تطبيقا للقرآن. يقول سمعت أن الشيعة حرفوا القرآن في كتبهم. حقيقة أن المصاحف الموجودة لدى الشيعة الرافضة الإسلامية مع كونهم من أشر الناس بدعة هي مطابقة تماما لمصاحف أهل الإسلام، لكن عندهم من الطوائف ما من يعتقد تحريف القرآن، وعندهم هذه مسألة خلافية. والشيعة الموجودون حاليا يظهرون لنا أنهم يخطئون هذا القول. الخميني بيقول القول خطأ، وإن كان يثني ثناء عظيما ويعتبر الرجل مؤلف فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب من أعظم مراجع علماء الشيعة ويثني عليه جدا، وهذا يعني يتضمن تزويد تحريف القرآن. وسورة الولاية التي يزعمون أنها حذفت وضيعت من القرآن، من يعتقد ذلك منهم فهو خارج من العلة الإسلامية في الكلية. فليست كل فرق الشيعة تعتقد التحريف، ومن يعتقد التحريف فيهم ومن يرى شيئا في القرآن غير المكتوب عند أهل الإسلام فهو خارج عن الملة باتفاق العلماء، خارج الثنتين سنين فرقة، لا يعذر حتى الاحتمال جهل التأويل لأن المصاحف متواترة. موجودين وهو طار منهم مكتوب في كتبهم الكلام ده، بيقولوا الكلام ده، بس مش هي اللي بتتكلم على بتوع ايران مثلا وبتوع العراق وبتوع لبنان. المصاحف اللي عندهم هي المصاحف اللي عند اهل الاسلام، هذا اخبرنا يعني من شهد هذه المصاحف وقرأ فيها. نعم المطبوع كل المطبوع والمكتوب عندهم هو كده، لكن الكتب بتاعتهم موجود فيها ذكر التحريف. نعم بقول لك في كتب مستقله في اثبات التحريف، فدول كفر. رؤوسهم بيقولوا ان الكلام ده غلط، رؤوسهم اللي هم بيقولوا الكلام ده غلط، احنا ما نكتبوش غلط عندنا، احنا لازم نقول الكلام ده ايه خف مثلا. الشيعة طبعا معلومه هو ده عايز ابي ذر المشهور في خلاف تفصيلي. دول كفر اللي يقول كده انزل اليك في علي ويغير الكلام يحطها وسط الايات يبقى كده، اللي يفسرها غلط يبقى مبتدع ضال. هل يجوز ان نقول السبب المدنس على انجيل صالح؟ لا، هذا كلام لا لا يجوز، لانه متضمن ليه؟ الحق اكثر اضعافا من البطل. ها؟ قول المحرف، لان هو فعلا ايه؟ محرف. اما ان هو كل باطل، لا هو فيه حق بلا شك. ولذلك يعني هذه الكتب كما ذكرت هي فيها حق وفيها ايه ضغط. وللعلم يعني اخر قرارات مجمع الفاتيكان الثاني كان الاقرار بان الكتاب المقدس العهد القديم فيه شيء من النبوة، مع ان هو عندهم شيء واحد، لكن هم قرروا في 1975 ان هم اقروا بوجود شيء من البطلان في العهد القديم في التوراة. والحقيقة ان كتير جدا منهم بل هم بيصرحوا بذلك حقيقة في ورهم، بيقولوا الكتاب المقدس اللي هو الانجيل ليس يعني المقصود منه الفاظه، ولكن اجمال معانيه عشان يهرب طبعا من ايه؟ من اي رمز لما يتزنق فيه، واللخبطه اللي موجوده طبعا ساعتها التناقضات بين الاناجيل الاربعه موجوده قطعا بلا شك، والتحريفات موجوده كثيره جدا، منها الاختلاف في نسب المسيح، دي اوضح حاجه لا حل لها عندهم الى يومنا هذا، عدد الاجيال وعدد الاباء واختلافهم في ان ده من ابناء داوود ولا من ابناء حد ثاني، يعني دي كثيره جدا بالاناجيل الانجيلين اللي موجود فيهم نسب المسيح، نسبا الى يوسف النجار، كانهم يصدقون اليهود بانه ابن والعياذ بالله. يعني دي حاجه من اعجب ما يمكن، لكن على سبيل هذا الكلام ان هم بيعترفوا بان هذه الكتب فيها ايه؟ مش مقصوده الفاظها دي، مش وذاك ما حدش يناقش معاهم في الالفاظ، الفاظها مترجمه والترجمه بتتغير وهم بيعدلوا الترجمه كل شويه،
الى عصرنا ده. العصر ده التراجم بتختلف ويحاولوا يغيروا في كل ترجمة جديدة. في فضل الغني الحميد ان ذكر انواع الترسل غير المشروع. في النوع الثالث ان يقول في دعائه لله عز وجل اسالك يا ربي بفلان، يقصد بذاته او بحقه او جاهه. قلت ان هذا النوع الاخير فيه خلاف بين اهل العلم، نقل عن بعض المتقدمين فعله كما في قصه ربي المشروع الى اخر كلام. فمتى يعد هذا النوع من الترسل شرك اكبر؟ يعد لو اعتقد ان كلمه جاه الرسول معناه ان ربنا جعله تدبير الكون، اعتقد فيه الايه؟ الربوبيه. او انا اعتقد ان كلمه جاه الرسول معناه انه يستحق العباده من دون الله. يبقى ده هو الشرك الاكبر. اما ان اعتقد ان الرسول له وجاهه عند الله ومنزله عظيمه فهذا ايه؟ حق، بس ما يشرعش الترسل فيها بالدعاء. هي قصه الربوبيه اللي احنا قريناها قبل كده، في ان رجلا ربيه كناه وجاء رجل فالى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يعني دفنت بالقاع عظمه فطبر من طيبهن الايه؟ القاع والاكل، مش كده؟ نفسي جداء من قبر انت ساكنه فيه الطيب وفيه الجود والكرم، ما اعرفش احفظ يعني مفيش فايده معايا. فغلى فقال في ضمن الكلام جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. سمعت الله عز وجل يقول ولو انهم اذ جاءوك اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لاولئك الله توابا رحيما ورجئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك الى ربي. فغلبت العذبيه عينه فنام فراى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الحق بالعربيه فقل له ان الله غضب عليك. ان كثير ذكرها في التفسير، تفسير الايه في سوره النساء ولم يعلق عليها. البتاعة دي اللي بيخلوا عليها معجزات القرآن اللي هي بتاعت سورة انفجار ممنوع انفجار العالمي. نحن نحذر من نشرها. لأن هذا يعني حمل القرآن على غير محامية. إن هو يقول لك شكا ذو انهار يبقى هو ده الانهيار. انهار به. لا قطعا هذا إيه؟ يعني ليس إنما كل من بنى بناء على المحدد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ومساله عزل الايه دي الطريقه طبعا انا ما حدش يتبع الموضوع ده لغايه النهارده عشان يجيبها صح. مش هيقول ذو في النهار؟ طب ذو. وهذا الكلام من هذه طريقه مبتدعه ضاله في تفسير ايه القران. نعم واحنا في الصح فعلا تاريخ الميلادي لا نحن على ذلك. فازاي احنا نحمل ايه القران على ذلك؟ ردا شافيا على من يقول بجواز التبرك باقوال الصالحين. دليلهم ما هو دليل المنع من ذلك من اقوال سلف الامه؟ دليل المنع ترك الصحابه رضي الله عنهم وهو كما قال الشاطبي وهو كالاجماع منهم مع ورود المقتدي وانتهاء الموانع. فما نقل قط عن الصحابه انهم تبركوا بوضوء ابي بكر ولا بشعر عمر ولا بنخامة علي او عثمان رضي الله عنه. فهذا الكلام غير منقول وهو كالاجماع ولم ينقل قط الا مع النبي عليه الصلاه والسلام. يقول ذكروا دليلا عن ابن عمر رضي الله عنه ان التابعين كانوا يرسلوا الى من كان يرسل الى بعض الصحابه لكي يتوضا فيما كانوا يتوضاون هذا تبركا ويجيبوا اي اساليب ضعيفه وباطله ويلزمون باخذ الحجه منها. اين هذا في كتب السنه؟ انما يذكرون بقى ادله كلها روايات مرسله منقطعه ضعيفه باطله ليس هناك شيء منها صحيح. ذكر روايه عن عبد الله بن الامام احمد رحمه الله انه لما توفي الامام احمد اوصى عبد الله ابنه ان يدفن معه قميص وليد تبركا من هذا القميص. هذا الكلام اوصى عبد الله ابنه عبد الله بن احمد تبرك بقميص ابيه. لو صح ذلك فهذا ايه؟ احنا ما عندناش الخلاف، لكن هذا ليس ايه؟ ليس بحجه. احنا نحتاج لاجماع القبر الاول من الصحابه والتابعين، وان احنا ما فيش حاجه ثابته عن التابعين ولا عن الصحابه قطعا يقينا. ففي مثل هذا. فلو ان بعض المتاخرين قال بذلك ما يعني مع التحفظ على ثبوت السبب فيها، فلو ثبت لكن هذا مذهب ايه؟ عبد الله
لا ولا عند ابن الامام احمد وليس هذا بحجه. قال وذلك القول قال به الامام النووي. نعم انا اعلم ان الامام النووي قال به وابن حجر يقول به. مساله التبرج باثار التبرج وغيرهم والمساله دي فيها خلاف بين العلماء. التبرج باثار الصالحين لكن كما ذكرنا هذا لم يرد الا بالنبي عليه الصلاه والسلام ولم يفعله الصحابه بغيره فتركوا ذلك وهو مقتضي امتثال موانع يدل على ان الفعل ليس من السنه. مين اللي يرد على هؤلاء؟ يرد على من ازمن واسبق منهم ويرد عليهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وما عملوش كده. العمل الجماعي واجب ولا مستحب؟ واجب في الواجبات ومستحب في المستحبات. الواجبات الكفائية التي لا تتحقق إلا بالاجتماع يجب إقامتها. أول ما شاف ما كانش رأى ضامن هذا الاجتهاد منه. ده أحد الوجوه أصلا.